مرحبا، الله يعطيكم ألف عافية. الفوائد القوشجية ليش؟ عن جد ليش؟ هلكتنا يا نبيل قوشجي، بالمحاضرات، بالحياة الدنيا، بنطلع سوا، بتشوفنا بمدرج جامعة، بقاعة جامعة، بقاعة تدريب، بسهرة المساء، بتلفون، أنت معانا، بقصة انتبهوا والخزعات وانتبهوا والمرضى وإخواتنا وأهلنا. طيب، خلصنا منك في الحياة الدنيا؟ ما خلصنا منك في الحياة الدنيا، كملت معانا. فوائد قوشجية على الواتساب، رسائل جماعي، فوائد قوشجية قناة على التليجرام، حالات انستغرام، صفحة المخبر على الفيسبوك. هلكتنا يا زلمة، هلكتنا عن جد. ليش حلكن؟ ليش اليوم هذا الفيديو مخصص هالكام دقيقة بس لجملتين اللي هنن لكم عن جد ليش؟ حنشوف هالخزعتين، تقرير وتقرير، بني آدم وبني آدم. هون عم بيقول راحة سفلية في عليها آفة شافة على الأشعة. عادة راحة سفلية منضمرة، آفة شافة على الأشعة، باينة واضحة، كيس تاجي، شيلة وبنرميها بالسلة. خلينا نشوف مع بعض. هاي السن اللي تكسر لطلعت الآفة، وهي الآفة لما قطعناها كان مشرحين مرضيين. تمام، ليكو كيس ما أحلى، باينة يا زلمة، باينة عن جد، باينة. ليكو كيس وقاطعينه، أخدين المقطع وكتير حلو. طيب، هاي الحالة بالمناسبة ما طلعت كيس تاجي لما شفناها تحت المجهر. تحت المجهر طلعت كيس سنة متقرن. يا سيدي، وكيس سنة متقرن، الله يعطيك ألف عافية، قدام توجينا كيراتوسيس، شو نعمل له؟ لا، بتصل بالجراح، بقول له أخي وحبيبي الله يخلي لي إياك، شو رأيك نعمله المريض مراقبة؟ إذا نكست لا سمح الله بنعمل سائل كورنون. بيقول لي غير هاي الحالة، بيقول لي أنا عملت استئصال استقصائي وليس استئصالي. طيب الله يعطيك العافية، خلينا نغسل الجوف بسائل كورنوي ونقول له المريض تنذكر ما تنعاد. خليني أشوف الحالة الثانية اللي هي أسوأ، بس لنضب هاي نرجع على مكانها. كيسة وباينة وما أحلاها. طيب، نمسك هالحالة، صبية عمرها 28 سنة، من كام سنة راحت لعند دكتور وقال لها باينة كيس تاجي، خلينا نكبها، ويعطيكي ألف عافية وسلامة قلبك. جزء من فك المريضة، مريضة صبية، العظم القشري ممتاز، العظم القشري ممتاز، العظم القشري معقول، العظم القشري أي، العظم القشري سلامتك. وينه العظم؟ وينه؟ ليك شو صار مع المريضة؟ المريضة كمان معها كيسة، ليك هي بقايا الكيسة جوا، تمام، بس نخرت لها العظم، راحت لعند الجراح، تمام، أو طبيب الأسنان القديم، عن جد ما بعرفه، الحمد لله ما بعرفه، من حسن حظه يمكن. المهم، وقال لها كيس تاجي منكبها ومنقلعها. فرجعت بعد سنتين، طلع على العظم الاسفنجي شلون منخور كلياته. رجعت بعد سنتين، حاجتكم هالمنظر، الله يعينكم علي، طلعوا لعندي. رجعت بعد سنتين، ما في أي شكوى، الأكياس والأورام سنية المنشأ آفات صامتة يا جماعة، صامتة، ما في أي شكوى. بعد 4 سنين، بعد طبيب آخر صورت صورة بانوراما، بصورة البانوراما بيّن بمكان اللي كان فيه رحى ثالثة وكيس تاجي، بهذا المكان صار في آفة شافة على الأشعة متعددة الحجر، تمام؟ اللي صار إنه خسرت جزء من فكه، والحالة كمان كيس سنة متقرن. صدقوني يا جماعة، التعب اللي اسمه فوائد قوشجية والإزعاج يمكن اللي عم بيصير عندكم على موبايلاتكم بفوائد قوشجية، سببه شيء واحد، أنا أحب عقلبي 1,000,000,000 مرة، وبعتقد كلياتكم معي، إني أشوف الخزعة بمخبري هيك بهذا الحجم، وما استنى لشوفها هيك. ما بدي صبية عمرها 28 سنة هيك يصير فيها. سامحونا، الله يعطيكم ألف عافية، السلام عليكم.